ملكم مهمة، مهمتكم في الحياة أنكم أصحاب مبدأ حق، ومبادئ الحق لا تأتي إلا حين يستشري الباطل، والباطل حين يرى دنيا الباطل تزلزل من تحت قدمه يحاول جاهدا أن يصد جنود الحق. فستواجهون عنفا، وتواجهون شراسة، وتواجهون مكرا، وتواجهون كيدا. إياكم أن تخوروا، لأن لكم مهمة. هذه المهمة هي إعادة الخلافة للمؤمن في الأرض.